إذن على بركة الله زميلي الهدوي، بعد قليل سأترك لك أرضي حقك اليوم التأهل للمباراة، وبعد ذلك تتويج فانيلة المنتخب الوطني في اللونين الرجحي وبدر القادوري وعبد الله الجعفريين. مباراة للتاريخ، حضورنا الكريم وسط الميدان يجعل الجماهير السفر، حضورنا الكريم تولف الكرة من بوغنيدا، بوغنيدا أيوب سامي، سامي أيوب عمر درقان منتشي من اللحظة بالصعود عمر درقان و الدولي صلاح الدين رجحي الاسم الكمال افريقيا سنة 92 تسعمائة والف مع المولودية زكريا مع عبد الربي ظهر القدم عرضها القادوري، هي مباراة في التاريخ اجمل ارى كما قال عبد الحق الشراط وبالكعب حتى الكرة عبد الرزاق أيوب يخسر كرة عرين كما هنا وصلت خدوات قادوري من جانب بن شريفة، بن شريفة حتى الكرة جفري عمر درقان تتواصل الفرشة يجد والتسديدة الإسباني والدوري الإسباني صال وجان رفعت في هذا المساء حضروا لمن داودي تقطع صالت جالت زكريا أرادها اسم بابا صاحب نهائي انت مره اخرى لايوب سامي مباغته من جانب ايوب سامي تلف الكره من جانب عمر درقان ليمثل فريق المولوديه وللهدف بالكعب مره اخرى الكل فخر الدين فخر الدين لمن عراب مر على فطنة وخبرة الداودي والتوغل حتى من الوطنيين كان وهما مارتشيل أوليبي وسباليتي ومارتشيل أوليبي من قيادة هذه المباراة مرة ثانية السعر هو سامي بخارج القدم وفي هاته الآونة حضورنا الكريم الفقرة الأخيرة يعني حفلة تتويج زوجة مباراة ودية سي فخر الدين لا أقل ولا أكثر